ستة أعوام تدور في الجزائر حرب ضروس. إن هؤلاء الرجال ليسوا جنودا محترفين، إنهم يكرهون الحرب لأن عائلاتهم تتعذب في الحرب. ومن هذه المعركة الضرورية يجب أن تنبعث الجزائر وطنهم. وطنهم هو قبل كل شيء أرضهم التي تمركز فيها المعمرون الوافدون من فرنسا وإيطاليا أو من أسبانيا، تمركزوا على 3 ملايين هكتارا من أخصب الأراضي، وهي إلى جانب ذلك تحوي المعادن والبترول، وكل خيراتها هذه يمتصها رجال آخرون. أما الجزائريون الذين تريد إلى الجبال والمناطق القاحلة فقد عوملوا كأجانب في أرض أجدادهم. أما التعاونيات فما هي إلا جمعيات للمعمرين، ولم يبقى للجزائريين إلا حرث الأراضي الجرداء وتأجير سواعدهم للمؤسسات الأجنبية. وبفضل الأرباح الضخمة كان هؤلاء الأسياد والمعمرون يفرضون قانونهم في الجزائر كما في باريس دون كل إصلاح. إن سعادة البعض تعتمد على شقاء الآخرين. وحول العمارات الجميلة في المدن الكبرى وحول مكاتب التشغيل لا يجد الفلاحون المحرومون الذين شردهم الجوع إلا البطالة والبؤس والازدراء والغضب. لقد حاول الجزائريون أن يحصلوا على حقهم في الحياة بطريق سلمي، فمن اجتماعات إلى اجتماعات اتجه المناضلون الجزائريون إلى تنظيم الرجال والنساء في العمل السياسي، وكانت المظاهرات تتلو المظاهرات. وكان الضغط رهيبا قاسيا، وكانت الرغبات والمطالب والخطب تصطدم دائما بهذا الجدار، جدار بربروس سجن الجزائر القديم. لقد انتهى زمن العمل السلمي ولا بد من إيجاد طريق جديد، فاندلع الكفاس في أول نوفمبر عام 54، وسرعان ما كون الفلاحون والعمال والعاطلون والطلبة كونوا جيشا شعبيا في الجبال. إنه جيش يعطي للأمل انفجار الحديد ويرد لشعب مضطهد كرامته. ومنذ 6 أعوام وفرنسا تقاوم هذا الشعب الثائر، فقد سخرت بوليسها ونصف جيشها البري وأكثر من نصف بحريتها وطيرانها للقيام بالحرب في الجزائر بسلاح ومساندة حلف الأطلسي. إن أكثر من 1.5 مليون من الشباب الفرنسي قد شاركوا في حرب خاسرة لمدة 24 شهرا أو 30 شهرا، والآن تدفع فرنسا يوميا أكثر من 2 مليارين من الفرنكات لتمويل هذه الحرب. من مغارات أوراس إلى قمم جرجرة، ومن سفوح القل إلى جبال تلمسان، وفي العواصف والثلوج يسير رجالنا منذ 6 أعوام على هذه الأرض
على أرضهم. لقد استيقظت البلاد وعرفت خطى الرجال الأحرار. كشف الحراس دورية فرنسية، فالكمين يعد حالا. الجنود الفرنسيون يبحثون عن مخبأ، ولكن الحصار مشدد عليهم. انذار، إنها طائرة استكشاف من نوع مشار تحضر. وراءها طائرات أخرى تلقي قنابلها. السير، وضع الألغام كمين، هجوم على المراكز القوية، صلابة الكوموندوس، ثم إرسال واستقبال وإنذارات. تلك هي الحياة اليومية لجنود جيش التحرير الوطني. وتخريب المحطات الكهربائية والسكك الحديدية وتدمير العتاد الحربي للعدو هي كذلك من أعمالهم اليومية. عام 1958 ضاعف الجيش الفرنسي هجوماته التي دعاها بأسماء غريبة، مثل كورون في الورسنيس، وكروة في منطقة الجزائر، وجمال في منطقة القبائل، وإيتان سال في الحضنة والأوراس، وبيير بليسيوز في شمال قسنطينة. وسرعان ما يرد جيش التحرير الوطني الفعل في كل مرة، ويتفرق ثم يهجم من جديد. ومن شهر إلى شهر جيش التحرير ويتزود ببنادق حديثة، وهو ما يجعل الإخفاق مفروضاً على الجيش الفرنسي الاستعماري. إنه قطار معبأ بحديد الونزا يقترب تحت حماية طيران. ولكن كل شيء جاهز. تنسف القطارات في الجزائر كل شهر. وعندما يحاول الطيران الفرنسي الوصول إلى الجبال، يستخدم أنواعا كثيرة من الطائرات، مثل المقاتلات وقاذفات قنابل النابالم الحارقة. كما يستخدم أيضاً طائرات لحرق الغابات. إنها طائرات تقتل بالنابالم. وطائرات ترعب النساء والأطفال الذين يفرون إلى الغابات لكي لا يأتون تحت حطام القرى. Thank you.
إنها طائرات تيتم الأطفال. هؤلاء الذين يدمرون القرى ويعذبون الأبرياء من مجرمي الحرب تكرمهم فرنسا بالأوسمة. الضحايا يرفضون التراجع، وكثيرا ما يعود الفلاحون إلى بيوتهم المخربة ليعيشوا فوق أرضهم. وفي إحدى القرى المكشوفة يستقبل الشعب جيشه وعلمه وأبناءه بفرح وابتهاج. سوف تمحى القرية، ولكن القوة لا تستطيع تدمير الاعتزاز وكرامة الشعب المستعادة. إنه لا يمكن البقاء دائما بعد أن تحطم كل شيء، إذن يجب الرحيل. وبعد التقاط بعض الأشياء من وسط الحطام تبدأ الهجرة. إنها هجرة لا تنتهي، ويغادر الفلاحون المناطق المحروقة والمناطق المحرمة متجهين نحو المدن الكبرى. فحوالي 700,000 فلاح قد نزحوا منذ 6 أعوام ليعيشوا في الجوع والمحن والأكواخ القذرة. وعندما تكون الحدود قريبة تهجر عائلات قرى بأكملها متجهة نحو المغرب أو تونس سالكة دروع وعرة. إن هؤلاء اللاجئين يعيشون في الخيام والأكواخ صيفا وشتاء، وهم يقتاتون من الحشائش أو مما يصلهم من المساعدات العالمية، ولكنهم بعيدون عن الرعب اليومي. وجزائر اليوم تتمثل كذلك في قرى هجرها أكثر من نصف سكانها، وهم إما لاجئون وموتى أو مسجونون ومحاربون. ولكن ما هو أكثر من ذلك بشاعة هو مراكز التجميع التي حشد فيها الجيش الفرنسي حوالي 2,000,000 من الشيوخ والنساء والأطفال ليعيشوا تحت ظل الرعب القاتل. ومع ذلك كله فإن الشعب لا زال حيا، جنود وفلاحون، مدنيون ومهاجرون ومعتقلون، يتساندون جميعا كتفا إلى كتف. إن آلامهم واحدة وآمالهم واحدة وهدفهم واحد. في المناطق المحرمة يتولى جيش التحرير الوطني تموين الفلاحين الفارين بالقمح الاحتياطي. وفيما عدا ذلك يتولى الفلاحون تموين جيشهم. إن المرشدين السياسيين والضباط يشرحون للجميع وباستمرار مغزى المعركة المشتركة الذي يتجسد في الأخوة، حيث أن كل الناس سواء كانوا مدنيين أو جنودا في لباسهم العسكري أو في لباس الشعبي يتنادون فيما بينهم بكلمة الآخ. الحرب مستمرة، ويجب التدرب على استعمال أحدث الأسلحة المعقدة، بل يجب تحضير إطارات جيش حديث له فعالية كبيرة.
وننجز حفلة على الغاصبين نعاهدهم. ومن وراء الحرب والآلام يجب أن نحيا ويجب أن نعد للمستقبل. وفي الجبال كما هو خارج البلاد يتواصل العمل لمساندة جيش التحرير الوطني ولتوفير اللباس والغذاء للأطفال. يا أمي هؤلاء الأطفال الذين يحلمون بإعادة بناء ديارهم التي حطمتها طائرات الأعداء. هذا الشعب الذي عاش في الجهل يسير اليوم نحو الإنشاء ونحو ثقافته الوطنية وفي نفس الوقت نحو التكنيك. شباب وكهول سواء منهم الأطفال أو متقاعدي الحرب يتعلمون جميعا القراءة والكتابة. ويتعلم الشباب الحرف، أما الذين امتهنوا الحرف قديما فيتدربون على استعمال مختلف الآلات. التعليم باستمرار وبجميع الوسائل الممكنة به تعد الجزائر منذ اليوم إطاراتها وفنييها. منذ إن الطائرات والرشاشات لا تستطيع تدبير إرادة الشعب الجزائري في الاستقلال. إن صوت شعبنا يدوي قويا، فشعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تسمع نداءه، والأمم المتحدة تداول القضية الجزائرية كل عام منذ 5 أعوام. ومنذ 5 أعوام أيضا تغير العالم وتغيرت إفريقيا، وعلى الكبار والدول الهرمة أن تختار بين صداقة الشعوب الصاعدة وبين الاستعمار المنهار. وطالما لم تطالب أمم العالم بالسلام، وطالما لم تفرض حلا عادلا للحرب الوحيدة الساخنة في العالم، فإن الجزائري والشعب الجزائري ككل شعوب العالم له الحق في السلام. ونعطف بالظلم والظالمين سلاما سلاما جبالا لنا فأنزل العلا علنا والعلم.